مشاهدينا، دشنا ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية حملة إلكترونية للكشف عن مصير الداعية السعودي عماد المبيض، الذي وجه قبل أيام نصيحة للملك السعودي وولي عهده بأن يتقوا الله في المملكة ويكفوا عن كل ما يسيء لعقيدة الإسلام. جاء ذلك بالتزامن مع إعلان السلطات الأمنية في المملكة توقيف مواطن لم تكشف عن هويته بعد نشره معلومات كاذبة، حيث أوقفته شرطة محافظة الخبر بالمنطقة الشرقية في السعودية لمخالفته نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. وقال بيان للأمن العام السعودي أن المواطن وثق ونشر محتوى مرئيا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمن معلومات كاذبة من شأنها المساس بالنظام العام، وأكد البيان إيقاف المواطن واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه دون التطرق لهويته. وربط ناشطون بيان الأمن العام بمقطع فيديو متداول على نطاق واسع للمبيض، وهو داعية سعودي شغل سابقا منصب إمام وخطيب جامع الملك عبد العزيز بالدمام. مشاهدينا، للمزيد أرحب بضيفي السيد محمد العمري، الناشط السياسي والحقوقي السعودي. أرحب بك سيد العمري، هل تأكد اعتقال الداعية عادل المبيض؟ أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام. يقينا تم اعتقال الشيخ عماد المبيض، وحتى بعض التسريبات تذكر أنه الاعتقال تم بمداهمة منزل الرجل وتسجيل هذه الكلمة التي نشرت بعد الكلمة الأساس بيوم، وكذلك الاعتداء على أسرة وعائلة الشيخ عماد. وهذه سابقة الحقيقة، قضية الاعتداءات أصبحت في عهد محمد بن سلمان تتكرر كثيرا، ومنها ما مرشح كذلك في قضية مداهمة منزل زهير كتبي قبل 3 أو 4 سنوات، والاعتداء عليه وسط المنزل، وسط أبنائه وأحفاده كذلك. فهذا أصبح من السلوك المعمول به في هذه الفترة. إذن الفيديو الثاني الذي ظهر فيه المبيض كان تحت الإكراه تعتقد؟ يقينا، بل الرجل أيضا يقينا مسه شيء من العذاب قبل التسجيل وكذلك بعد التسجيل، وأثناء التسجيل تعمد كذلك إيذاء بعض بناته أو ربما تكون زوجته، فسمع في الخلفية أصوات الاعتداء على فتيات أو ما شابه من هذه الأصوات. وهذا يعني أصبح هي رسالة الحقيقة لجميع المواطنين في البلد، سواء جمهور عادي أو نخب أو معارضين أو أيا يكونوا، أنه الرأي الموجود الآن والرأي السائد رأي محمد بن سلمان، خلاف ذلك سيتم الاعتقال أي شخص والتعامل معه بكل قسوة. نعم، ولكن يعني سيد محمد، لماذا اعتبر ما قاله الشيخ عماد المبيض من نصح للملك وولي عهده اعتبر نشرا للأكاذيب؟ لماذا؟ ما هي الأكاذيب؟ هو الرجل وصف الأمر الواقع، يعني الدولة يعني قبل 2015، قبل وصول الأمير أو عفوا الملك سلمان إلى الحكم، كانت الدولة تعتمد التحالف في تأسيسها وفي هويتها وفي نظام الحكم، لأنه حصل تحالف في عام 1744 بين محمد بن سعود ومحمد بن عبد الوهاب، لكن الدولة غيرت الأساس لهذا عقيدة الدولة، وأصبحت عقيدة الدولة اليوم عقيدة قبلية. لذلك السفير السعودي في بريطانيا ذكر أنه إحنا قبيلة انتصرنا في الحرب، ولذلك أسس فيما بعد أو أصبح يحتفل بما يسمى يوم التأسيس، يوم القبيلة. أما يوم التحالف الإسلامي مع محمد بن سعود فهذا ألغي. لذلك يوجد اليوم تصادم كبير الحقيقة بين التيار رجال الدولة ورجال الدين في السعودية، وهذا هو الحلف القائم على هذه الدولة خلال يعني 100 سنة الماضية. هذا التصادم سيظهر إلى السطح، لأنه هذا التيار يعني في حال الصدمة وانبهار من قضية الطلاق الحاصل اليوم في السلطة، وهذا أول بوادر الحقيقة التململ حصل في تصريح الشيخ عماد المبيض. يوجد صراع الحقيقة، صراع في تقاسم أو المشاركة في الحكم، ويوجد صراع عميق وخطير في هوية البلد. هوية البلد اليوم
لم تعد إسلامية. اليوم من يتابع وسائل التواصل الاجتماعي يجد ترويج للمشروبات الغازية كما يذكروها الآن، وهذه تقدم في بارات وما شابه، وهي مرحلة من مراحل التدرج لبيع المشروبات الروحية ثم الخمور علنية. وكذلك خدمات المساجد اليوم تقدم في المنازل وفي البيوت من قبل يعني فتيات يأتون من بعض بلدان، وهؤلاء أتوا غالبا من فنادق البحرين وفنادق دبي يقدمون هذه الخدمات وصلوا إلى المنازل. اليوم تسمى خدمات مساج، لكن غدا ستسمى خدمات جنسية أو السياحة الجنسية. فهذا هي هذا تغيير للهوية الحاصل في البلد. فهذه طيب. الشعب ضروري يعني يدافع عن نفسه. طيب، ولكن سيد محمد، يعني الشيخ عادل عماد المبيض لم يكذب، يعني هم أصلا النظام نفسه وتركي آل الشيخ يتحدثون بصراحة عن الحفلات والرقص وما إلى ذلك، وهم يشرفون عليها. وبالتالي إلى أي مدى نحن اليوم أمام نظام لا يسمح لأحد بالتعليق على أفعاله، وأنه يعتبر نفسه أنه لا يسأل عما يفعل؟ هو الإشكالية ليست بالمناسبات الفنية أو الحفلات، الإشكالية في نوعية هذه الاحتفالات، ثم بالتكاليف. هذه التكاليف تؤخذ من أموال الضرائب والمال العام، ولها مستحقين أولوية كالفقراء والمحتاجين ومن لا يملك منزل على سبيل المثال، ولكن تصرف لتبييض السمعة وإلهاء 50% من قدرة الشباب في هذا البلد. فهي الإشكالية ليس في الترفيه بحد ذاته بقدر تكاليف هذه الحفلات، وكذلك استهداف الشباب لعملية التغييب. النظام في السعودية بالمناسبة، أو العفو، الملك سلمان كذا مرة خرج بالتلفزيون وصرح أنه أهدوني عيوبي، أنا بابي مفتوح للنصيحة، ولذلك أكد على هذا الأمر مفتي السعودية عبد العزيز آل الشيخ، يقول الملك دائما يطلب منا النصيحة. وكذلك سياسة الدولة السابقة أنه سياسة الأبواب المفتوحة. طبعا الموضوع تغير، لأنه هذه الأبواب النصيحة أصبحت بنص النظام مجرمة، ويعني النصيحة بصفة عامة حتى لو كانت حق. فهل هي إشكالية اليوم الصراع بين الهوية الإسلامية للبلد والهوية القومية الجديدة التي ابتكرها الملك سلمان أو محمد ويرعاها محمد بن سلمان اليوم؟ هل باتت السعودية بهذا المعنى، السعودية الجديدة، سعودية محمد بن سلمان، منفتحة على الرقص والحفلات وكل ما هو يعني منفلت إذا صح التعبير، وفي قطيعة وخصومة مع الإسلام، بل وفي حرب مع الإسلام؟ هو ما في شك هو في حرب مع الإسلام. هو لو 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 ترك للجميع الخيار ما بين أن يرقص أو يعتكف ممكن تمشي، لكن هو الآن الموضوع يحارب من ينصح، يحارب أصحاب الرأي ويعتقلهم ويجرمهم ويسجنهم. هنا إشكالية كبيرة. لذلك من أسباب سجن الكثير من المشايخ والتيار الإسلامي من 5 أو من 7 سنوات إحداث بغية إحداث تحولات اجتماعية حادة في المجتمع، وهذا الحاصل. لذلك خطورة الأمر اليوم قضية الانشقاق الموجود في المجتمع في الجزيرة العربية أو في السعودية، وهذا الخطورة الحقيقة تنبئ بتصادمات وأمور الحقيقة خطيرة قد ينشأ عنها انشقاقات لبعض النخب في البلد، سواء النخب التجارية أو العسكرية أو موظفي الدولة السابقين. ففي إشكالية الحقيقة كبيرة، وربما نشاهد نوع من أنواع الاحتجاجات السائدة سابقا كالخطابات المطالب أو الاحتجاجات أو شيء من هذا القبيل. فيوجد الحقيقة صدام مع هوية البلد، والهوية الجامعة للبلد الهوية الإسلامية بسبب وجود الحرمين والأماكن المقدسة. نعم. لذلك لم تعظم حقيقة الأماكن المقدسة في ظل حكم الملك سلمان ومحمد بن سلمان، لأنه حتى هذه الاحتفالات أصبحت قريبة جدا من مكة المكرمة. نعم. بمسافة 50 أو 70 كيلو. فلذلك الاحتجاج ليس داخلي فقط، بل على مستوى العالم الإسلامي الناس غاضبة، وقد يحدث شيء من الاحتجاج. نعم. في كل مكان. شكرا لك سيد محمد العمري، الناشط السياسي والحقوقي السعودي، على هذه المشاركة.
كما أشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة. يمكنكم دوما متابعة البث المباشر لقناة الحوار على اليوتيوب، وكذلك التواصل معنا عبر منصاتنا الأخرى على السوشيال ميديا. ألقاكم بخير.